ومن أحداث الليلة في الجمعة الثالثة للتجمعات، لابد من وقفة عند انطلاقة التحركات الشبابية وتجمعاتهم، فاعتصام الليلة ليس الأول الذي يدعو إليه الشباب، هو اعتصام ثالث، إذ سبق للشباب أن نظموا في 20 من الشهر المنصرم تجمعا أول أسموه جمعة الدستور، وهناك اعتصام ثان الأسبوع المنصرم أيضا تحت عنوان جمعة الغضب، إطلالة على جمعات التظاهر والاعتصامات، ووقفة عند أسباب نزول الشباب إلى الشارع في تقرير مفصل لرباب بداح ترصد فيه تحركات الشباب منذ بدايتها. في 20 من مايو من الشهر المنصرم عقد شباب من الكويت العزم على إقامة تجمع للدفاع عن دستور الدولة الذي قال عنه الشباب إن الحكومة الكويتية انتهكت مواده عبر تأجيلها مناقشة استجواب رئيس الوزراء إلى عام. نزل حينها الشباب إلى الشارع واعتصموا في ساحة الصفات بل على حدودها، لأن وزارة الداخلية كانت قد استعدت للتجمع وأغلقت مداخل الساحة بالحواجز الحديدية. في التجمع الأول هذا خرجت تسمية باكورة التجمعات، فكان يوم الجمعة الأول يوما للدستور. لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، نعم لإصلاح النظام، نعم لإصلاح، هذا ما اجتمعنا عليه اليوم. رفع المعتصمون شعارات تطالب بضرورة الحفاظ على الدستور ومواده وتندد بحكومة تجاوزته. ولأن الحكومة عبر وزارة الداخلية منعت المعتصمين من دخول الساحة، اختار الشباب برفقة بعض النواب الذين انضموا إليهم، اختاروا أن يتوجهوا إلى بيت الأمة. في مسيرة راجلة ختمها الشباب بالدعوة إلى تجمع في الجمعة التالية لجمعة الدستور. تسقط الحكومة، يسقط المتخاذلين من النواب، يعيش الدستور، يعيش الدستور، يعيش الدستور، يعيش الدستور، يعيش الدستور. في 27 من مايو أيضا كانت الكويت على موعد مع جمعة تظاهر ثانية، هذه المرة كانت الجمعة هي جمعة الغضب، جمعة دعا إليها الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم تجاه حكومة يرونها عاجزة عن إدارة شؤون البلاد. وقد حذرت وزارة الداخلية من أي تجمع يقام في ساحة الصفات ودعت المتظاهرين إلى التوجه إلى ساحة الإرادة، لكن الشباب أصروا على الحضور إلى مشارف الساحة التي كانت محكمة الإغلاق من رجال الداخلية، فكان تجمعهم في ساحة المجلس البلدي. هنا هتف المتظاهرون بعبارات الشعب يريد حكومة جديدة، وأخرى تطالب رئيس الوزراء بالتنحي وتكليف رئيس جديد للحكومة يكون من خارج الأسرة. حرية، حرية، حكومة شعبية، حرية، حرية، حكومة شعبية، حرية، حرية، حكومة شعبية. ولأن رئيس الوزراء خرج في اليوم التالي بتصريح يقلل من أعداد المتظاهرين وتأثير آرائهم على المجتمع الكويتي باعتبارهم أقلية، كان التجمع الثالث الذي نظمته التيارات الشبابية بدعم من النواب هو للرد على تصريحات الرئيس. وفي يوم الرد أيضا فرضت أحداث استجواب الوزير أحمد الفهد بنفسها على تجمع الشباب، فلم تقتصر شعارات الشباب على ضرورة رحيل رئيس الوزراء بل نائبه الشيخ أحمد الفهد، انطلاقا من إيمان هؤلاء بأن الأخير ضرب بمواد الدستور ونصوص القانون عرض الحائط. رباب بداح، الراي.